هذا مسوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر. مستر كونسبشن يطرح أفكار مفهومة من العاقل. ميس كونسبشن عهوى راديو سوريا، خليكم معنا لنعرف شو هي ميس كونسبشناتنا لليوم. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج ميس كونسبشن، سوء تقدير او سوء فهم. وحلقتنا بعنوان سياسه يا خريبه يا لعيبه. هي السياسه اللي اشتهر النظام السوري منذ نشاته الاولى باتباعها كمدخل للسياسه الداخليه، بعدين تحولت لتصير سياسه دوليه وتصير بعدين سياسه كونيه. كانه كبرتها شوي، سياسه كونيه كبيره عليهم، ما بهبطه مبهبطة. لا كبيرة ولا صغيرة، ما كبرت ولا صغرت، خليني اشرح لك كيف. يعني كتير من جماعة الموالين للنظام، نظام الأسد، بيتغنوا انه سوريا ما كانت موجودة على الخارطة السياسية قبل وصول ابوهن القائد لسدة الحكم. اما كيف وليش فهذا سؤالنا الثاني. يعني انت بتصدق انه صار نظام السوري لاعب اقليمي على ملاعب السياسة الدولية؟ طبعا ما هذا هو اللي بحلقة اليوم، بس الطريقة يلي صار فيها لعيب، فهي مطرح سؤالنا وجوابنا للحلقة. تستقي هذه السياسة أساليبها من لعب الحارات، يعني على طريقة الطفل المشاغب بالحارة يلي بيكونوا شباب أو صبيان الحارة نازلين من ساعة على الحارة، عاملين جوز فرد، محددين وين الجول تبع كل فريق، مقسمين الفريق ومقسمين المباراة بين بعضهم، مجهزين كل شيء، خالصة الحكاية. وشيء انه رح يبلشوا المباراة بيسنطروا هالطابة، بيقوم ذكرت بيجي متأخر مؤيد وقف بنص الملعب بيقول يا لعيبة يا خريبة. طول بالك طول بالك، مين مؤيد؟ والله رجعتني سنين لورا يا مستر كونسبشن. هذا الصبي اللي عم توصفه ومعك حق، كان رغم انه كان ازعر كان يعمل تحية الصباح